يمكن كيف ما قلتي واش حنا اللي راضين. الحمد لله ان الناس اللي كانوا معنا هنا هما منين راضين، حنا راضين، اذا هما اللي غادي يديروا التقييم. حنا غير كما قلنا حنا وجدنا واحد الفضاء ديالنا حسب الامكانيات اللي عندنا، حاولنا اننا نخليوه في الحله ديال اللي يليق بدوك الوليدات الصغار مع فقرات التنشيط. الحمد لله بالنسبه لي انا كنقول الحمد لله ان الوليدات كلشي سالمين، الوليدات كلشي دوزوا استمتعوا بالوقت ديالهم، الحمد لله ان كانت مرافقه ديال الوالدين، كانوا الناس اللي جاوا حضروا، هذا افضل شيء. واليوم يمكن كيف ما كنقولوا الاخ فيلالي دائما كيواكب التظاهرات ديال الجمعيات الرياضيه في المحمديه، اليوم لقينا اننا جاوا كذلك اخوان صحفيين حتى هما اللي ساندوا الاخ فيلالي وساندونا حنا كجمعيه، وكنتمناو من الله ان هذا الشيء اللي درنا اليوم انه يستمر، لان الوليدات ديالنا محتاجين لهذا الشيء. لان كيف ما عرفنا ان الزنقه دابا ولات صعيبه، ربما الا كانت تاطير في واحد كما كنقولوا في واحد الاطار غادي يكون افضل شيء. ونتمنى من الله اننا نكونوا قدمنا على الاقل واحد الصوره اللي كتليق بوليدات المحمديه، ومنها من خلالها كنترحموا على المرحوم بوعبد القادر وعلى جميع الموتى ديالنا، ونطلبوا الشفاء لمرضانا. هذا الشيء اللي كنقول. يعني اليوم صراحه يعني العديد من الناس كان لي حوار معهم، فاليوم حتى واحد ما كان ينتظر المستوى اللي ظهر به اليوم التنظيم، وكذلك الحضور الجماهيري الغفير. كمشنا جنبه الملعب كانت ممتلئه عن اخرها، كذلك حسن الضيافه، وهذا ليس بغريب على الجمعيه العريقه او المدرسه العريقه بمدينه المحمديه، ولا هي مجد المحمديه لكره القدم. كنتمناو ان كما قالوا بعض الاخوان المسؤولين تكون عندهم التفاته، يعني راه كل شيء واضح وبين بلا ما يحتاجوا نشرحوا، يعني كل شيء بين. اذا يمكن رسائل هي كثيره، رسائل ما كنقولوش حنا رسائل مشفره او لا، هذه رسائل واضحه انك ملي كتدير واحد الحاجه ما كتطلب حتى شي حاجه من وراء، انك تطلب غير ذاك الدعم. الدعم شنو الدعم؟ ان الانسان الا جا قال لك الله يوفقك الله يسهل عليك كتقول الحمد لله. حنا فعلا ما نكرهوش كون كان عندنا واحد ملعب معشوشب اللي غادي ليق باش توصل المعلومه الكرويه لذاك الطفل بسهله، ولكن مع كل هاد الحويجات كنقولوا حنا الارضيه الترابيه راه افضل 100 مره من واحد الارضيه اللي كنقولوا حنا اصطناعيه، راه افضل 100 مره صحيا للوليد. راه غير باش ما يكونش بعض الناس غالطين في هذه المساله هذه، ان الارضيه الترابيه راه ما كتليقش. راه فعلا راه الدري كيدير مجهود كبير باش يتلقى دوك المبادئ ديال الكره، ونتمنوا من الله. حنايا حنا هذه يمكن اول مبادره ديال مدرسه المجد انها خرجت من نسخه ديال دوري في ابطال فضاله اللي كديروا غير في واحد الفئه وفي 8 الفرق. اليوم حاولنا اننا ندخلوا على هاد الوليدات واحد المهرجان اللي كيتزامن مع وفاه الذكرى ديال المرحوم بوعبد القادر. اذا هذا المهرجان هذا كنتمنى من الله ان الناس هما اللي غادي يقولوا لنا واش هذا المهرجان كان في المستوى ديال دوك الوليدات او لا. حنا اللي علينا كنقولوا ربما حنا راضين على المستوى اللي قدمنا سولون لي مويان اللي كاينين عندنا، واذا الناس راه هما اللي كانوا معروضين هما اللي غيقولوا لنا واش داك الشيء كان لائق او لا، خاصه ولا خاصه. هي ضروري شوف الى الانسان ينتقدك في شي حاجه ويعطيك لي بوان اللي خاص تخدم عليهم، هذاك راه واحد المساله الايجابيه ليا انا، لان ما دمت انا كان نترأس هذه المدرسه هذه مع الاخوان. اذا مشكورين باش نكونوا من هنا ان الاعضاء المكتب بعدا برافو لهم، كنشكرهم. الوليدات اللي جاوا باش وقفوا على النظام والمؤطرين اللي وقفوا كل شيء مشكور. وبهذه المناسبه هذه خاص تعرف واحد الحاجه، ان شكون هو كنقولوا حنا سبونسور ديال مدرسه المجد، كنوجهوا له الشكر من هنا في الديار الفرنسيه، الا وهو الاخ عبد اللطيف البستاني، هذاك صديق المرحوم بوعبد القادر.
يعني الداعم الوحيد اللي كاين عند مدرسه المجد. الحمد لله مدرسه المجد ما مخصوصاش من شي حاجه، كنقولوا حنا معدات رياضيه، لان هذا السيد موفر لنا جميع الامور اللي كيحتاجها الوليد الصغير. اذا هنا الله يجازيه بخير حتى هو، والله يثبت ليه الاجر، ونطلبوا من الله ان يتقبل منا هذه الصدقه المرحوم بعبد القادر. شكرا شكرا.